باترونيو يسجل روعة. أولي ماما ميا. أولي ماما. عند الكرة حجاج تسديدة. في هذا الملعب الرائع في جمهوره الكبير. يفضل المراوغة فيز الماجي. من أحرف ذهبية لقصة طفل جزائري دعب كرة ورقية بين أزقة ساحة الشهداء بالعاصمة، وقصة ناد ارتبط بمولد خير الأنبياء إلى أعتق كيان رياضي ولد من رحم أعظم الثور التحريرية عبر العالم. من عهد المجاهدين إلى عصر كورونا مرت أعوام، تغيرت أجيال وقلبت صفحات التاريخ، وها نحن أمام قرن من ازدياد أول جمعية رياضية إسلامية على أرض الشهداء، مولودية الجزائر. دي مولودية الجزائر عنده تاريخ كبير، تاريخ عظيم، وكان هو من يعني المؤسسين يعني الحركة الوطنية. بين الاستحقاقات، البطولات والإخفاقات، تباينت الأحداث على النادي الأكثر شعبية في الجزائر. بداية من المشاركة كأول فريق مسلم مع حظيرة النخبة ضد فرق العدو المستعمر، وأبرز سنوات المجد من سنة 1970 إلى 1978، أين حقق العميد جملة من الألقاب أبرزها الثلاثية التاريخية والكأس الإفريقية الأولى في الجزائر سنة 1976، والعديد من الألقاب الذهبية التي تزين خزينة هذا النادي العريق المتألق داخل أسوار سانتياغو برنابيو تحت تصفيقات المادريديستا، إلى أحزان تعكس عرقة هذا النادي من إخفاقات وخيبات طالت تشناوى في السنوات الأخيرة على أعقاب سوء التسيير وغياب المشاريع. انا نظن باللي واش اللعب اللي راهم يلعبوه اليوم المولودية الجزائر، الشعب هذا ما يستاهلش هذا الفريق هذا. انا نقول صح. جامي نسمح في الغالي هو شعار احد اشهر الجماهير قاريا، جماهيره لطالما زينت مدرجات مختلف ملاعب الوطن وراء المولودية. اشناوة لم يتركوا وطنهم ايضا، فالاحتفال بمئوية معشوقتهم هذه المرة تزامن مع ظرف صحي صعب تعيشه الجزائر، جعلهم يتركون بصمتهم بشعار ما كاش في ميجان كاين أكسجين، هبة تضامنية لأبطال نادي لطالما كان حاضرا وطنيا ورياضيا، على أمل أن يسترجع هبته التاريخية في قادم السنوات. شعبك خرج من كل مكان.